هبدأ بقى دلوقتي أجاوب على الأسئلة اللي جات لي على المنتدى، وهقرأ الاسم وأقول بسرعة عشان برضو الفيديو إيه ما يطولش مني. أول سؤال، وفاء هيكل: عندي سؤال، أنا من أول السنة بدأت كويس بس حصل لخبطة في الدروس وضيعت 3 أبواب كيمياء وجيولوجيا ومش قادرة، المهم مش طايقاهم خالص وبهرب منهم. ده كده أول جزء. طول ما أنت عندك مشكلة حاول تحلها، لأن أنت لما تهرب منها هتكبر أكتر. هتكبر ازاي؟ انت حاليا ممكن يكون عندك وقت كافي شويه مقارنه بقدام، فهي المشكله لسه صغيره. لو هربت منها للشهر الاخير هتلاقي نفسك بقى عندك هموم تانية، والمشكله ديت هتكبر لان الوقت قل. فانت حاليا ممكن يكون معاك ساعتين تلمهم، قدام ممكن ما يبقاش معاك غير ربع ساعه تلمهم، فاهم قصدي؟ وانت كده كده خش امتحان وانت لاممهم. فانت وفاء معلش، اهم حاجه لازم كل يوم درس واحد من الكيمياء ومن الجيولوجيا. هلاقي بعد اسبوعين بالظبط خلصت 3 ابواب. ازاي اعمله؟ ما تفتحيش كتاب، انت اكتب على اليوتيوب شرح الدرس ده، اي مدرس انت عايزاه. لو انت عايز المدرس اللي كنت بشوفهم هتلاقي فيديو عندي اسمه التحفيظ بتاع ثالثه ثانوي، بص على الديسكربشن هتلاقي كل اسماء المدرسين اللي انا كنت بقرا عندهم، او اللي انا قصدي كنت بشوفهم على اليوتيوب كيمياء وجيولوجيا. فشوف وتعامل كده. الجزء الثاني من السؤال، والانجليش مش عارف اعمل فيه، انا ذاكرته ومش عارف ايه والكلام ده والاحياء والكلام ده، وما فتحتش العربي ولا فرنساوي، وكنت دايما اقول على مدرستي وعمري ما اتخيل اني اوصل للمرحله دي في حياتي. الفشل هو عباره عن جزء من النجاح. انت غالبا قلت كل المواد ان انت مش اقوى حاجه فيهم. الموضوع سهل دلوقتي وانت تشوف الفيديو ده، ورقه وقلم واكتبي كل الحاجات اللي انت حاسه نفسك ضعيفه فيها. ان انا ناقص مثلا 3 ابواب كيمياء و3 ابواب جيولوجيا و3 ايا كان بقى، كل المواد اللي انا ضعيف فيها في ورقه، واجيب جدول واشوف ايامي الوقت اللي انا فاضي فيه. طبعا بشيل بقى مواعيد نوم ومواعيد الدروس ومواعيد الكلام ده، وابدا اوزع الحاجات ديت، الحاجات اللي ناقصاني الدروس ديت سواء في اي ماده على الايام ديت. واذا ما قلتلكش ذاكر يوتيوب، لان انت عم تذاكر نفسك انت تقعد تفهم نفسك وتعمل مواد يبقى الموضوع صعب. فشوف اكتر من مصدر في اليوتيوب وهتلاقي مدرسين جامدين وهيفيدوك في الموضوع ده. بس اهم حاجه ان بعد ما اعمل الجدول ده التزم على الاقل 20% منه. هفشل اعمل جدول تاني والتزم 20% منه، انا برضو كنت كده. واذا ما قلتلك مش شرط، بس انت ان انت كنت تطلع على مدرستك دي حاجه حلوه، يبقى انت عندك القدره. مش طايقه نفسك مفيش اي مشكله، او انت مش طايقاهم او بهرب منهم حاولي تجيبيهم، لان كده 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 عمرك ما تخش الامتحان غير وانت لماهم. فابدأي من دلوقتي احسن وباذن الله ربنا يوفقك. ده كده اول سؤال. تاني سؤال، ايه يا محمد عاش، فيديوهاتك جميله وانت تستاهل كل خير. ثانك يو، شكرا ان انت كتبت كومنت زي ده، اكيد دي حاجه مهمه بالنسبه لي. نص السؤال التاني بقى، عايز اعرف رايك في حوار الصحاب في ثالثه ثانوي، هل نبعد خالص ولا عادي ولا ايه بالظبط؟ بالنسبه لنا الصحاب دولت كانوا احسن جزء في ثالثه ثانوي بالنسبه لي. على حسب الصاحب، لو صاحب هو شاطر وبيحب لي الخير وانا شايفه ان هو مش اللي هو بقى اللي هم يعلموا ايه اللي هو انت ذاكرت لا ما ذاكرتش، ابعد عنهم 100% وخليك لوحدك وهتكون اقوى لوحدك. لكن لو هو انت شايف ان هو او انت شايفاه بيحب الخير ليكي، ولو سالتيه على حاجه ممكن يفيدك وما عندوش غل او ما عندوش حقد ان هو ايه اللي هو خايف ان هو اللي هتخدم رزقه، يبقى ابعد 100% وكل وحدي والوحده هيكون احسن. لكن لو حلو خلاص، لو حلو وانا متاكد ان هو هيفيدني اكمل معاه ونشجع بعض، لان الدنيا ديت محتاجه صاحب يكون معاك تتنافسوا مع بعض منافسه حلوه، مش منافسه التعليم اللي هو زي لسه بقول لك هو وقع وما جاي داس عليه وامشي. لا. دعاء نور: فيديوهاتك جميله جدا والله. نفس الكلام، شكرا ليك جدا لان ده كومنت اكيد هيفرق معاك كتير. زائد حاسس اني ضايعه جدا ومش عارف الم المواد ازاي، وانا كنت بتعمل الفتره ديت. الفتره ديت زي ما قلت لك والله العظيم ده اللي كنت بعمله، انا كنت بجيب بعمل جدول اشوف الوقت اللي انا فاضي فيه في الايام، وما كنتش ظالم مع نفسي، ما كنتش مثلا انا فاضي 3 ساعات واقول ان انا فاضي 6 ساعات، لا. حلو الكلام؟ وامشي على 20 30% من الجدول. فاهم قصدي؟ وكل يوم احقق، فشلت في الجدول اعمل جدول تاني لان الايام بتعدي. فهمت ازاي؟ وعلى الاقل هكون انا بسعى قدام ربنا، مش مهم اجيب مجموع، المهم اكون انا قدام نفسي عملت اللي عليا. لان مفيش حاجه اسمها كليه قمه وكليه قاع، انت بعينك ممكن تشوف كليه قليله تشوفها انت عاليه، ممكن كليه عاليه تشوف بعينك قليله. انا بالنسبه لي مثلا كليه صيدله انا ما بحبش الحوار، انا بالنسبه لي الموضوع اقل حاجه، انا مش شايفها بالنسبه لي حلو. ليه؟ ممكن هي كليه قمه زي ما الناس بتقول، بس انا نظري مش شايفها كده. فانت نفس الكلام، مفيش حاجه اسمها كده. فانت اعمل عليك عشان لما تجيب انت مجموع اي كان اللي انت عايزه تبقى انت راضي بالحاجه اللي انت جبتها، وتشوف فانت بعينك ان هي حلوه مهما كانت. هدير اشرف: بحب الفيديو بتاعتك جدا وبستناها حتى لو مش هتلت سنه.
يبقى انت كده فهمتي ان انا فعلا مش قصدي ان انا اعمل ثالثه ثانوي بس. فشكرا ليك انت فهمتي انا بفكر ازاي وانا قصدي ايه. زائد كل فيديو هتنزله هتلاقيني بدعمك لان حقيقي ببقى مبسوطه من اي كلام بتقوله. خلصت. اللي بعده عبد الفتاح عامر، حقيقي تفكيرك جامد يا برو، love you man. عندي سؤال، هل ابدا مراجعه المواد اللي خلصتها ولا استنى اخلص باقي المواد وراجع المواد مع بعضها مع العلم اني بذاكر اونلاين؟ اونلاين يبقى انت عندك وقت اكتر من اللي بيروح دروس، ادام انت معتمد على كده. نصيحتي ليك انت لسه ما خلصتش مثلا، راجع وفي نفس الوقت حاول تخلص، بس مراجعه خفيفه بحيث ايه اقدر اركز في الجزء الجديد، لان المراجعه الجزء انت هتراجعه ده واخد حقه معاك. لو انت مثلا هتراجع مثلا فيزياء من الاول، فالجزء الباب الاولاني خد وقته معاك، الباب الاخراني لسه ما خدش وقته، فانت ابدا راجع الاول خفيف زي ما انت عارف كده وركز على الجديد. بس لازم تعمل الاثنين مع بعض، اراجع خفيف وركز على الجديد عشان الجديد برده ادي له حقه زي ما القديم خد حقه، بحيث لما ارجع تاني يبقى انا عندي فكره عنه. تمام. محمود محمد، قناتك هتكبر وليك مستقبل باهر باذن الله، شد حيلك وخلي لك من ثالثه ثانوي لانهم اكتر ناس محتاجين فيديوهات. انا قلت ده اخر فيديو عن ثالثه ثانوي، بس انا كل فيديوهاتي عن العقليه بشكل عام، انت ازاي تبقى عندك عقليه قويه انك تتخطى اي تحدي في حياتك، وثالثه ثانوي تحدي من التحديات. فمش شرط تكون كاتب في العنوان ثالثه ثانوي عشان تعرف الفيديو ده ليك، ادام انت اشتركت يبقى انت عارف ان الشخص ده بيديك حاجه مش تقلك في ثالثه ثانوي بس، لانك انت انسان وعندك دماغ بس. وشكرا اللي انت كتبت كومنت زي ده. عمر شعبان، ازاي الاقي دافع يخليني ابذل مجهود للاخر واعمل اللي عليا غير اني ابقى عاوز اوصل لكليه معينه، لان للاسف ماليش هدف لكليه معينه، انا هدفي المجموع اكتر. يعني فهمتك، يعني هو قصده ان هو عايز حاجه تديله دافع انه يجيب مجموع عالي، مش هدفه كليه معينه. وقت ما يجيب مجموع يحدد بقى اللي هو كان في دماغه. انا برضه كان كده، ما كانش هدفي كليه معينه. الدافع بالنسبه لك ان انت تبقى انت عايز تبقى فرحان وقت النتيجه. خلصت. انت بتقول انت هدفك المجموع، مفيش اي مشكله، يبقى انت هدفك ان انت عايز مجموع عالي، يبقى دريم بليف اتشيف. ايه ازاي الدافع بقى عندك ان انت عايز تبقى احسن من امبارح؟ انت امبارح كنت مش اقوى حاجه، النهارده اقوى حاجه، لان ربنا اداني يوم جديد في غيري ممكن يكون بيتمناه. واعمل حسابك ان هي ثالثه ثانوي مره واحده بس في السنه، فيا تنجزها كويس يا ما تنجزهاش كويس. مش بتكلم عن ثالثه ثانوي بس، اي حاجه بتحصل مره واحده، فيا تنجزها كويس يا ما تنجزهاش كويس. ده اللي انا اعرفه. ازاي دافع؟ انت هتلاقي الدافع ده. لو قلت لك في الفيديو بتاع التحفيز، لو انت ما عندكش دافع من جواك، مفيش اي انسان في الدنيا او اي مؤثر خارجي هيخليك تبقى ناجح. لازم تلاقي الدافع ده جواك انت. شوف بقى اذا كان اهلك او اذا كان انت نفسك عايز تبقى ايه، او اذا كان لازم انت اللي تدور عليه. لان انت لو دورت عليه هيخليه معاك مدى الحياه. لكن لو نزلت لك فيديو اقعد احفزك بقول لك يلا ذاكر واعمل مش عارف ايه، اسبوع وهترجع اوسخ من الاول. فانا بقول لك الكلام اللي حقيقي اللي والله العظيم يفيدك. مش بقول لك اي حاجه ثانيه. عبد الله انور، انا تانية ثانوي، كل اللي عايزه منك انك تنزل لنا طريقه المذاكره في رمضان. انا عارف ان في ياما على اليوتيوب، بس مفيش حد احسن من كلامك ومواضيعك. عشان كتبت كومنت زي ده انا هقول لك الحقيقه من الاخر، اقسم بالله لو انت ما عملتش جدول لنفسك وعرفت ايه احسن وقت انت بتحب تذاكر فيه، والله ثلاثه ما في اي فيديو هيقدر يعمله لك، حتى انا، لان انا ما اعرفش انت قوي في ايه وضعيف في ايه. بس كل اللي اعرفه ان احسن وقت تذاكر فيه الوقت اللي انت وانت صايم. ليه؟ لان انت بعد الفطار بتبقى انت فطرت وعم تصلي، وتلاقي نفسك بقى عامل ايه، عايز تنام شويه، ممكن لو انت في ثانيه ثانوي يعني ايه عايز تتفرج على التلفزيون او عايز تعمل مش عارف ايه، او انت ورا حاجات ثانيه عايز تخرج، فالاحسن ذاكر الصبح. فاهم قصدي؟ بعد الفجر او الظهر، يكون كل نايم وانت صاحي كده صليت الظهر، يبقى انت برنس وعملت كل عليك، واحده واحده كده تلاقي نفسك ايه فاهم، مع الدروس بتاعتك هتلاقي الدنيا معاك 10 على 10. لكن لو انت مستني انا اقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، اقسم بالله ما اعرف، لان انا ما اعرفش، ابقى انا بضلك. واي حد بيقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا يبقى هو ما يعرفش. حاول انت تلاقي شخصيه لنفسك وتعمل جدول لنفسك، عشان لما تنجح تبقى انت عملته بنفسك وما يبقاش حد ساعدك فيه. وحاجه حلوه انت تنجح بنفسك مش بحد تاني، حاجه حلوه فشخ. اللي بعده ريم، ربنا يحفظك ويوفقك، ثانك يو فيري ماتش. الامتحانات زائد بقى الامتحانات كانت مستوى صعب، ازاي كنت تخلص من اوقات الكسل؟ الامتحانات اكيد مستوى مش سهل 100%. ازاي كنت تخلص من اوقات الكسل؟ زي ما قلت ان انت لازم تدور على دافع جواك. الكسل والكلام ده وكل الكلام ده جزء من اي حاجه انت بتعملها في حياتك، بس الفكره بقى ان انا عايز اوصل لهدف، فانا يا هكسل يا هعمل حاجه مهمه، والقرار يرجع لك انت.
شوف بقى، شوف انت عايز النتيجه تبقى شكلها ايه. لو عايز النتيجه تبقى شكلها وحشه كسل، لان انت مستني بعد ما انت تكسل هتحصل على نتيجه ايه؟ ولا حاجه. لكن لو اشتغلت انت هتحصل على حاجه حلوه. والمشكله يا جدعان انتوا مش فاهمين حاجه واحده، انت لازم اولا تدافع، تلاقي الدافع جواك 100%. ما ينفعش حد يقول لك اعمل عشان كذا، لازم تسال نفسك انا ليه بذاكر، او انا ليه بلعب، او انا ليه بعمل كذا. لما تلاقي الاجابه هو ده الدافع. لكن ما فيش حاجه اسمها ان حد يديك دافع. انا بقول لك الكلام الحقيقي والله، ان اقعد اقول لك اعمل كذا عشان انت تعب، بضحك عليك. خلي عندك شخصيه وشوف انت بتعمل الحاجه اللي انت بتعملها في حياتك ليه. انا بصور فيديو يوتيوب ليه؟ انا عارف الهدف، فده اللي بيخليني اصور دلوقتي. دي الفكره. حبيبي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، في البدايه ربنا يوفقك وتحقق كل احلامك باذن الله. انا ثالثه ثانوي السنه دي علم علوم، وانت باخد من اول السنه وماشيه مظبوط، وبعدها بعد كل باب اول انا ابتديت اراك وما ذاكرش ونسيت كل اللي ذاكرته، ما بعرفش انام، حصل الظروف كتير، وانا دلوقتي داخلين على شهر 4. حسيت ان حلمي لا، اللي دخلت عشان ثانويه عامه متضايقه جدا، لقيت الفيديو اللي انت منزله يوتيوب استفدت جدا وقلت هبدا وعلى الله. وبس حرفيا انا ممكن اذاكر فصل في اليوم من كل ماده، بس انا دلوقتي مثلا ماده زي الكيمياء احل فيها كتاب كام كتاب خارجي، ولما راجع فهمت. نفس الكلام اللي انا قلته لزمالك قبل كده، انت لازم عارفه انت بتذاكر ليه، ولازم تبذل مجهود اكتر من اي حد لو انت عايز توصل لهدف اكتر من اي حد. فاهم قصدي؟ لازم انت مقتنع بكده. دريم بليف اتشيف، ده اجابتي. مهما كان بقى انت عندك ضعف في اي ماده، ورقه وقلم اكتب الضعف اللي انا فيه، وبعدها اعطي ورقه وقلم تانيين واكتب جدول الاوقات اللي انا فاضيه فيها، ووزع الضعف اللي انا كتبته في الورقه الاولانيه على الجدول، وامشي زي ما تكلم على 20% منه. مش قصدي الشيء يعني، مش قصدي يعني 20% بس، لا، على قد التزامك على قد ما تلاقي النتيجه. بس انا بقول لك 20% ليه؟ عشان تبقى انت عارف ان الحد الادنى كده. فاهم قصدي ازاي؟ بس لان انت عمرك ما هتمشي عليه 100%، 100% انا متاكد كده. زياد شريف، مش عايز اقول حاجه غير ان سمعت لك فيديو عجبني جدا واثر فيا بشكل كبير، ده انجاز في حد ذاته انك تقتنع في حد. كمل، بس اهم حاجه يكون شيء يرضي الله عز وجل. وشكرا، شكرا انك كتبت كومنت زي ده، وباذن الله اقدر اكمل واقدر افيدك اكتر ادام فيديو سمعته ليا وعجبك. اشرقت نور، ايه هو متوسط عدد الايام لمراجعه اي ماده مذاكره وحل؟ اعتقد السؤال ده عندك برضه، لان انا ما اعرفش اصلا، ما اعرفش. ما دي بقى الاسئله للناس اللي هو الناس بيضحكوا عليك بيها، ان انت انا ما اعرفش انت مستواك ايه. فاهم قصدي؟ وثانيا انا ما اعرفش ايه هي انت في سنه كام اصلا، ده ثانيه. ثالثا انا ما اعرفش انت كنت مذاكرها قبل، لا قبل كده ولا لا. فانت ما تسالش سؤال لمجرد انت عايز تخلص، اللي كل الكلام ده اجابته عندك انت. فاشرقت نور، انت اكيد عارفه ايه المتوسط، لان المهم ان انا مش بعد الايام، المهم ان انا اقدر اخلص الكلام بتاعي ايا كان بقى، انا لميتها في اسبوع في شهر في سنه، المهم انا ابقى خلصت وشايف ان انا عملت مجهود كفايه اقدر احقق بيه الهدف اللي انا عايزه. بس مش مهم بقى انا لميتها في قد ايه، المهم ان انا اعمل حاجه. بس ومفيش حاجه اسمها انا ذاكرت كام ساعه وذاكرت، المهم ان تكون انت ذاكرت. بس ازاي اقدر اظبط نومي على 9، لان بحاول من كذا يوم ومش عارف انام قبل 12 بالليل، وده بيضيع وقت جدا ومخليني محبطه. وشكرا. الموضوع سهل، الساعه 9 بالظبط، قبلها بساعه بالكتير قوي ما تمسكيش تليفون ولا اي حاجه، فاي ولا تلفزيون ولا اي حاجه، بحيث اقدر اما انام يبقى ذهني صافي. واصلي وانام، واصحى الصبح بدري ابقى قدامي الوقت طويل اذاكر براحتي، وذاكر زي ما انت عايز. بس ايه اللي خليك تنام الساعه 9؟ ان انا اكون مش قاعد على التليفون قبلها بساعه، لان لما اجي انام الاقي نفسي دماغي ذهني صافي. بس واصحى الصبح بدري بحيث انا برضو ايه ما بقاش ضيعت وقت كتير في النوم. ريمون هاني محفوظ، لو سمحت انا في اولى ثانوي بضيع في الانجليزي عشان حفظي للكلمات بطيء، هل ده هياثر عليا في ثالثه ثانوي؟ اكيد هياثر، ولو هياثر قول لي ازاي احفظ الكلمات بسرعه، باين انك كويس جدا في القواعد. وشكرا. الفكره اي حد بيسالني عن اي حاجه في اللغات، عربي انجليزي فرنساوي الماني برتغالي ايطالي ايا كان، اتعلمه كلغه. وخصوصا انا بتكلم عن اللغات الاجنبيه، العربي بره الموضوع شويه، اتعلمه كلغه. انا حبيت الانجليزي والكلام ده لان انا اتعلمته كلغه. لو انت بتتعلم كامتحان هتلاقي نفسك بعد ما الامتحان خلص انت نسيت كل حاجه. لكن لو انت بتتعلم كلغه، اولا هتستمتع، ثانيا هتحسن نطقك، ثالثا هتلاقي كل بيبذل مجهود وانت مستمتع. بس وانت حرفيا محتاجها، اي لغه تتعلمها محتاجها صدقني مهما كانت. انت مثلا بتتعلم فرنساوي،
اعتبر انت، اعتبر بس انت ممكن تسافر فرنسا في يوم من الايام، ازاي هتوصل مع الشعب بس. لكن انت بقى معتقد بقى انت تتعلم عشان امتحان وترصهم كلمتين في الامتحان وتروح، مش توصل لحاجه. انا نفسي سالت السؤال، سالت الاستاذ بتاع الدرس الفرنساوي، قلت له هو انا هل احنا بعد ما خلص ثالثه ثانوي ابقى خلاص اقدر اتكلم فرنساوي؟ قال لي لا، قال لي تتعلمه كاكاديمي. فهم هو حتى المدرس فاهم كده، بس انت اتعلمه كلغه وحاول يعني بس حاول تنطق صح، واسمع حد بيتكلم انجليزي كتير مثلا انترفيو مثلا او ايا كان بقى، وباذن الله توصل للي انت عايزه وتلاقي نفسك في ثالثه ثانوي انت معاك فرصه كبيره يعني. تلاقي نفسك في ثالثه ثانوي الدنيا معاك 10 على 10. مريم احمد، كنت عايز اعرف مدرسين الاونلاين كويسين وحوار الصحابه لانهم بيأثروا جامد. حوار الصحابه انا جاوبت في اول، في اول سؤال خالص. المدرسين بتاع اليوتيوب في فيديو اسمه التحفيز عندي على القناه، هتلاقي اللينك بالديسكربشن كل المدرسين اللي انا كنت بتابعهم يوتيوب. وليد صابر، انا من اول السنه بمتحن امتحانات كل الدروس وبجيب اعلى الدرجات ما عدا الانجليش، يعني بجيب في درجات مش مرضيه. هو بيتكلم اه برضو عن الانجليزي، وبيقول لي برضو يعني ايه موضوع عن الانجليزي. وليد انا زي ما قلت لك اتعلمه كلغه، القطعه وكل الكلام ده بيجي مع الوقت. اصل انت لو انت بتعلمه كلغه هبدا ان انا احب الماده، ولما احب الماده هبذل فيها مجهود اكتر. انت يعني انت حاجتين نصيحه لاي حد بيساله سؤال في اللغات، حاجتين اتعلمه كلغه وابذل فيه مجهود بس، هتلاقي نفسك كل حاجه معاك واحده واحده. القطعه اقراها مره واثنين هل نفسي مش فاهمها، انا ولا كنت بغلط في القطعه، بس لما اقراها مره واثنين واقرا الاسئله احاول اخمن الاجابه هتبقى ايه من قبل ابص على القطعه. فاهم قصدي ازاي؟ وزي ما قلت لك كل واحد طريقته، وكل واحد ليه مستوى معين من الذكاء، فانت باذن الله ذكي ادام انت سالت. فحاول تحل المشكله دي بقى، اتعلمه كلغه وحاول حتى لو انت ناقص اخر شهرين مفيش اي مشكله، بس انت خلي عندك العقليه كده. لان في لاعب كوره اسمه ابراهيموفيتش، زلاتان ابراهيموفيتش لو انت تعرفه، قال لك everything is mental، يعني كل حاجه عباره عن عقلك. اللي انت هتقنع عقلك بيه هو اللي جسمك هينفذه. انت مثلا واحد بتعمل رياضه، لو انت اقنعت عقلك ان جسمك تعبان هتقعد، لكن لو اقنعت عقلك ان انت عايز تقوم تكمل هتقوم تكمل. فاهم قصدي؟ فانت اقنع نفسك انت حبه، واقنع نفسك ان انت هتجيب في درجه حلوه، وخلي عندك غرور زي ما قلت وثقه في نفسك، هتلاقي نفسك بتتطور فيه. سنفوره، اول مره اشوف فيديوهات ليك من يومين، وبجد ما شفتش الشخص بالعقليه دي في السن زي ده، ربنا يزيدك والله عاش استمر. ثانك يو فيري ماتش، وباذن الله اكمل واعمل فيديوهات تانية وتعجبك. حسناء سعدي، اعمل ايه في الانجليزي؟ ضايعه خالص وخلاص فاضل شهرين، الحق من المنهج ازاي؟ وافضل طريقه للمذاكره في الشهرين دول؟ بفكر اخد ماده واخلصها وبعدين ماده تانية وهكذا. لا، في الانجليزي انا جاوبت خلاص، اخد ماده واخلصها وبعدين ماده تانية، هلاقي نفسي لما ابدا في الماده التانية والثالثه نسيت الاولانيه. انا اخد كل اللي وفي نفس الوقت برضه هزهق منها. يعني تخيل مثلا كده بذاكر مثلا ايه اسبوع كامل فيزياء، هزهق منها، هبقى شاطر فيها بس هزهق منها، وفي نفس الوقت لما اخش في الماده اللي بعدها مثلا كيمياء هلاقي نفسي نسيت الفيزياء، فابقى انا ما عملتش حاجه. فزي ما قلت لك ابدا كل المواد مع بعضها، كل يوم درس في كل ماده بس، يعني مثلا يوم كامل خد درس فيزياء ودرس كيمياء واحياء وجيولوجيا وانجليزي وعربي، هلاقي نفسي تاني يوم بربط التاني، لان تاني يوم هذاكر الدرس التاني في الفيزياء والتاني في الكيمياء والتاني في مش عارف ايه، فهلاقي نفسي المواد مربوطه ببعضها. فاهم قصدي ازاي؟ لكن لو ذاكرت ماده كامله وبعد كده خلصت اللي بعدها نفسي نسيتها. ده اللي انا نصيحتي يعني. هيستجيب اسم الايميل كده، حاسه ان هدخل امتحان مش عارف احل، والاقي اسئله غريبه زي اللي كنت في كتب، وخصوصا ان امتحاناتنا بيقولوا هتبقى اصعب. تعبت 100% الامتحان هيبقى صعب، انا بقول لك الحقيقه، بس انا عندي ثقه في نفسي وعندي ثقه في المجهود اللي انا بذلته، واهم من كل ده اللي عندي ثقه في ربنا. ان اخش الاقي صعب طبيعي، لان لو سهل كان كل الناس عملتها، وما بقاش كله صعب، ده بيبقى فيه 3 4 اسئله اللي بيميز بقى اللي هيجيب عالي عن اللي هيجيب قليل، لكن الباقي متوسط. ده اجابتي. مريم عمران، في اكتر من سؤال. واحد بذاكر العضويه بس مش عارف حل، قول لي بقى طريقه يعني يعني عايزه نصيحه في العضويه. يعني العضويه عباره عن كيمياء، فالكيمياء انا نصيحتي ما تذاكرش عضويه ان انت تقعد تقراها وخلاص، اكتب اي حد على اليوتيوب ملخص العضويه كامل، لان العضويه عباره عن معادله في ثالثه ثانوي، فانا لازم احفظ المعادلات ديت مش 100% لان انا كده بقى داخل بالكتاب، بس على الاقل ابقى لامم الدنيا معايا ازاي. وبعد ما اسمع ملخص كامل مش فيديو واحد، اكتر من فيديو، بحيث ايه الفيديو الاولاني مثلا ابقى مستواي فيه مثلا 20%،
لما اسمع فيديو تاني تلخيص للعضويه لمدرس تاني ابقى مثلا ايه بقيت 50%، بقيت 70%، بقيت ابدا احل انا نفسي واحده واحده واشوف حد بيحل. لو انا ضعيف في الحل ما اخش حل وانا نفسي مش عارف احل فاخد طاقه سلبيه، لا اشوف حد بيحل واسمعه واحاول احل معاه. بس اللي انا اعرفه. سؤال التاني، الاحياء كلها حلوه ما عدا جزء البيولوجيا مش مستوعباه، احسن مدرس كنت انا برضو عندي نفس المشكله كده، الجزء اللي هو الباب الاخير بشكل عام في الاحياء، مدرس شوف برضو لينك هتلاقي فيديو اسمه التحفيز، بص على الديسكريبشن بتاعه هتلاقي مدرس احياء، هتلاقي كاتب كده مدرس احياء مفيد جدا. وعلى فكره المدرس ده هو اصلا مش بتاع يوتيوب، هو اصلا كان بتاع درس، وفيديوهاته اصلا قديمه، فيديوهاته اصلا تقريبا من سنتين، بس قسما بالله جامد فرق معاه قوي. ثلاثة، انا جايب ملخصين مراجعه في كل ماده، كويس ولا ايه؟ اكيد كويس، بس ربنا يعني حتى مهما كنت اهم حاجه ان انا اقدر التزم بيهم، بس يعني مش شايف معاك اجيب 10 ملخصات اصلا مش بحلهم، التزم بيهم وانوع في الحل. أربعة، مش بحضر جيولوجيا ذاكرتها يوتيوب، وحاليا اشتركت مع جيو ماجد امام مراجعه نهائيه اخر شهرين، تمام كده ولا لا؟ اكيد تمام. واهم حاجه ان انت تكون انت ايه حباها بحيث ان انا اقدر ايه جوجو حفظ على ما اعتقد، يعني لان انا فاكر كده واقدر احل فيها كتير، واي كان اشتركت مع مين المهم ان انا اكون قادر ان انا ابقى عندي الاراده ان انا اخلصها، لان انت بتقولي ما كنتش بتروح فيها درس خالص. محمد مش عارف محمد ايه كده، عبادي بتهيألي عبادي، انا النحو وخلصت الوحده الثالثه وقفلت وقفت والاحياء اتفضل لي اخر 3 دروس، والفيزياء خلصتها، والكيمياء اتفضل لي 11 درس، والجيولوجيا اتفضل لي بابين، والفرنساوي والانجليزي مش سالك فيهم خالص، انا مش هلحق اراجع واحل صح؟ قلت لك حتى لو مش هتلحق تخلص 100% لما ابدا اخلص جزء كنت عمري ما احلم ان اخلصه لو انا ما كنتش بدات. هتعمل ايه؟ اجيب ورقتين، ورقه اكتب فيها الحاجات ديت اللي انت اللي عندك نقص بتاعها، ورقه تانيه اكتب فيها جدول الاوقات اللي انا فاضي فيها، ووزع بقى الحاجات ديت عليها واشتغل بس، اشتغل بس وظبطك رايح دماغك بقى، انت عملت اللي عليك واللي على ربنا يحصل بقى. فيديوز اعرف ازاي ان ماشي صح وان انا مستعد ادخل المراجعه وراجع وبعدها ادخل الامتحان مع اني متراكم عليها شويه دروس وبحاول انجز منهم على قد ما اقدر. انك ماشي صح ان انا كل يوم احسن من اللي قبله، دي الحاجه الوحيده اللي تثبتك انت ماشي صح. ازاي بقى لما متراكم عليها لسه مجاوب في السؤال اللي فات، ورقتين وتعامل بقى. زهره الرحيق، ممكن تقول لي انت في اولى وثانيه كنت عامل ازاي ودرجاتك عامله ازاي وهل مستواك كويس ولا لا؟ في اولى كنت طالع، كنت انا الوحيد الولد الاوائل مع 5 بنات، يعني قصدي كنا 5 كنت انا الولد الوحيد مع الاربعه، فكنت مستواي شاطر في اولى ثانوي، اولى ثانوي كنت شاطر كمستوى وكنتيجه كمجموع، يعني ثانيه ثانوي كنت شاطر كمستوى بس النتيجه ما كانتش جايه مجموع عالي، ان كانت ضرب بقى الوان كده ومش عارف ايه، فما اعرفش بقى الموضوع كان ايه، بس انا كنت ذاكرت يعني انا كنت ذاكرت في الاثنين وانا كنت شاطر. جاد اندرويد، انا ما بروحش الدروس وفقدت الشغف لحد الان بسبب خساره المنتخب ومش عارف اعمل ايه. هم خلاص خسروا، فاهم قصدي؟ انت ما لكش علاقه او انت خلاص، فاهم؟ ده بسبب ايه؟ ان انت متشتت، يعني انت مش داخل ثالثه ثانوي ان انت عايز حق حاجه. المنتخب خسر او ما خسرش كل ده مش بتاعتك، اصل هم كسبوا خسروا، هم خلاص هم لعيبه، فاهم قصدي ازاي؟ وانا بحب الكره وباذن الله يعني حاجه كبيره انا فاهم، بس انا بتكلم في ايه؟ معنى ان انت كده او السؤال اللي انت كاتبه ده يبقى انت كده متشتت، يبقى انت عمال بتتابع ماتشات او بتتابع مش عارف ايه وسايب الهدف الرئيسي، لان انت بتقول انا ما بروحش دروس ومش عارف ايه كده وخسرت المنتخب، يبقى انت متشتت، فحاول ترجع واحده واحده كده وتلاقي نفسك. ولو انت هدفك مش في التعليم ما فيش اي مشكله، ابذل مجهود في ثالثه ثانوي وبعد كده كمل حياتك بعد كده في الحاجه اللي انت عايزها، ده اللي انا اعرفه، بس ابذل مجهود في اخر شهرين دول. محمود جلال، مش متاسس في الالماني خلاص ضعيف فيه ومش عارف ايه والسنه الجايه والكلام ده، يعني هو في ثانيه ثانوي حاليا ومش بيقول لك مش متاسس في الالماني، نفس الكلام قلت لك، اي لغه ادام انت حاببها حبها وتعلمها كلغه وابذل فيها مجهود هتلاقي نفسك جامد فيها. ابدا من دلوقتي مفيش مشكله، في مليون قناه على اليوتيوب، انا ما اعرفش انك انا كنت فرنساوي ما كنتش الماني، فبس لو قلت لك ابذل فيها مجهود وتعلمها كلغه ممكن تسافر المانيا في يوم من الايام وتلاقي نفسك ايه تعرف تتكلم، او على الاقل مثلا ممكن يبقى ليك صاحب الماني على النت بلاك. طب انا دلوقتي بذاكر كتير ولا اصحابي عارفيني حلو اكتر مني مع اني ببذل مجهود اكتر مني.